صباح الخير وزانيتا، صباح الخير للجميع. صباح النور. صباح الخير، صباح الخير لكم للمستقى ولربطتنا العزيزة. أهلا وسهلا. يا هلا، أهلا وسهلا بالتشكيلية روزانا الخطيب، بيسعد صباحي، بيسعد صباح الحضور، أستاذي رباب وأستاذي نجوى. منورين كوننا نحن بأول حلقة من برنامج من عالمك الفني. حبينا أن نكون يوم معنا التشكيلية اللبنانية روزانا الخطيب، يلي هي كانت منذ انطلاقة الملتقى من أوائل الفنانات اللي كانت موجودة معنا، واللي كانت تعبر دائما بريشتها عن كل هيك الوجدان الفني والإنساني الموجود بالبلد، وكانت تتحرك معنا بكل الأنشطة. فحبينا أنه تكون هي باكورة أول حلقة تكون موجودة روزانا لتخبرنا من محترفها من عالمها الفني عن انطلاقتها بالفن وكيف بلشت، كيف اتطورت، ومن هذا المكان اللي هو يعني بشع نور وبشع ألوان وبشع حياة وبشع أفكار بتخبرنا عن تجربتها بالوسط الفني اللبناني وأنشطتها وكيف اتطورت تباعا من سنة لسنة. تفضلي روزانا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير من بلونة من مرسم المتواضع، محل ما أنا بشتغل، محل ما بنعمل الرشاش تبعونا، محل ما بستقبل تلاميذي، محل ما كمان فينا نقول بطلع الأعمال يلي على القليلة بتسعد قلبي وتعطيني فرح. وأنا مثل ما قال الأستاذ محمد، أنا كنت أشتغل ببيتي، وأنا بلشت كنت صغيرة أحب كتير الرسم وهيك، ومرة حلمت بنومي بصراحة لوحة كتير كبيرة على موج البحر ولونها كحلة. أنا اللون المفضل عندي كحلة، كل التون تبع الكحلة، كل هذا الديجراداسيون يعني. وحسيت عرفت إنه بدي يصير فنان. وبعدين والدي الله يرحمه سجلني مع مدرسة الأبيسي تبع فرنسا، بلشنا بالكورسبوندانس يعني بالمراسلة، بس وصلون الكتب اللي بدي نبلش فيهم. ووقت الحرب اشتدت بلبنان ما قدرنا نرجع نستلم أي شيء. بعد شوي من فترة من الزمن سجلني كمان بالماكلانش تبع أسعد رنو، المرحوم أسعد رنو الأستاذ الكبير. عملت سنة كمان وسافرنا على اليونان، يعني إحنا ماما يونانية، خربطت دراساتنا العليا يعني، اضطرنا نسافر مرتين على اليونان. لما رجعت اشتغلت شركة إعلانات وبالرسم كمان وبالتصوير وهيك. هلا تمام طويل بلشت أعطي صفوف بمدرسة ما بيسمعوا، مؤسسة ومع أطفال كمان، يعني عم جربت كل شيء. ومع مدرسة كمان لويس بيجمان، كان في عندهم كولوني دو فاكونس كمان، اشتغلت معه صيفيتين، كان كل شيء بقى يطلع حلو بصراحة. وبعدين رجعت كان عندي أولاد صغار وهيك، نزلت على الكاسليك على الأرساكري الفن المقدس، وأخذت هناك كورسز بالجسم الإنسان بالألوان وهيك أشياء. وكنت الحمد لله أحصل على أحسن علامات يعني، كنت خير الله. بس كان دائما حلمي لو فتت جامعة مزبوط أخذ بالبوزار، يعني أخذ بالفنون الجميلة، أخذ هذا كان بعتقد كان وفر علي كتير. لأنه من وقت ما بلشت بالكاسليك اختبرت كل شيء، الأشياء المائية، التبشور، كل هالأمور. هاي كنت مثلا بلشت لما بلشت أخذنا التبشور شوي كنت بالبيت أنا اتقوى فيه، بس ملكت التبشور أو الباستيل، رحت على تقنية تانية يلي هي الأكوارال. من هناك انتقلت للإيكولين مثل الأكوارال، الفحم، الأنكورديشين وهيك. أنا ما كنت عارفة إنه الهدف انه حعلم يوم الايام. انا كنت حب دق بكل شيء كفن، وبنفس الوقت ما حدا كل اللي بيعرف ما عندي خط معين. اللهم انه بحب اشتغل ايبر رياليستيك يعني، والرياليستيك انا بحب فوت بالدعم الديتاس تبعون الرسم، عشان هيك لوحتي ما بتبين او ما بتخلص غير لما اكون انا راضيه عنها 100% يعني بصراحه. وبعدين في عندي جوزي يلي بحترمه وبحبه كتير، يلي هو كمان هو مصمم ازياء بس بيرسم، واشطر مني لانه هو بيشتغل بكل هيك شغله كتير دقيق
وناعم، مش ناعم بالأحرى يعني، عنده نبض حلو رايق. أنا لا، أنا اللوحة ما بتطلع معي، بس عصي عليها بتطلع بيرفكت يعني. بقى هو كمان الناقد تبعولي يلي بخليني كتير اتقدم لقدام. عندي ابن عنده عين كتير قوية، كمان بقول لي مام مثلا هيدا غلط، بنتي واللي كله صاروا تقريبا عندهم شيء بالفن يعني. انا اصلا جوزي كمان رسام، وبعدين انبسطت بعدين لما بلشت اعطي شوية بولو كور بارتيكولي يعني صفوف خاصة مع ما بيسمعوا، وهيك من هونيك صار يبلش يجي عند التلاميذ. بلشنا نعطي، هلا اكيد انا ما كان عندي خبرة بالتعليم مظبوط، كان اللهم عندي خبرة بكل التقنيات يلي انا اشتغلت عليها، وما بخبركم قديش نكب الوان، قديش اتخزق بروجيات، قديش عصبت حطيت من نفسي. انا عم بحكي بحكي اللي صار معي يعني، صدقا كلهم بيعرفوني. بقى تعبت كثير، عشان هيك انا بقدر اقول بكل صراحه الفضل الوحيد اللي انا اللي وصلت له لإله هو والدي، لانه انتبه وهو كان يرسم شوي واهتم فيه، وبعدين جوزي واولادي، وبعدين الملتقى يلي كنت انا عم برسم بالبيت، نعرض حدنا بجنينة بالونة عجلتهم كمان. وشوي تعرفت على محمد بالصدفة، وباسكال كمان كانت موجودة، وكأنه انطلاقتي لبرات بيتي لبرات مرسمة هي الملتقى الفني. مشكور كتير، واكيد دعيوني من الرابطه العربيه كمان، هذا كان فخر كثير. كنت انا بدبي بهذيك الفتره، وكمان شاركت بدبي بمعرض. نحن قعدنا، انا قعدت سنه ونص ما قدرت بدي ارجع على لبنان يعني. الاوطان كلها حلوه، بس الواحد بضل وطنه هو مميز، ورفقاتي هون تلاميذي هون. هلا فيني اقول انه كثير اجيال طلعت من مرسمه او من يعني، اخذوا برايفت كورسز عندي، وعندي هلا فنانين تلاميذ صاروا ب 18 و16 و18 وهيك، صاروا عم باش يجيون كوماند يشتغلوا حتى بورتري ويبيعون يعني. عم بحكي جد باسعار حلوه كثير. وفي عندي كمان اشخاص يعني، انا فيني اقول عم بعطي كور او بعطي سيشنز من عمر 4 سنين ل كان عندي 55 سنه واكبر. الفن ما له حدود، ما له عمر. دائما انا بدي اقول للاهل بيقدروا اكيد، لانه ظروف هلا شوي عم نمر فيها بدنا ان شاء الله الخير جاي، انه لازم احنا اذا ما انتبهنا كثير على اولادنا اذا عندهم ميول فني او اي شيء بيتعلق بيكتشفوا ذاتهم الاولاد، بقى حلو انه نحن حتى نبلش نحطهم مع اساتذه رسم او سبور او شيء، لان ممكن يكتشف عندهم اشياء كثير مهمه. وانا عملت ارت ثيرابي اكيد كورس سريع، بس مشان نقدر نفهم التلاميذ، مش بس التلاميذ تفهموا التلاميذ والاكبر نعرف نتعامل معهم. واكيد الخبره السنين الطويله هيدي لها اهميه كثير كبيره باستاذ الرسم. واستاذ الرسم انا بالنسبه لي يلي يعني المفروض يكون مش بس عنده شغف ليرسم، بده يكون عنده شغف للفن بحد ذاته، بيقدر يعطي لتلاميذه، والاهم من هذا كله يعطي كل شيء اخذه هو، لو خبره سنين طويله مثل انا فوق 22 23 سنه بالتعليم، اعطيهم كل شيء بدون اي شو بيقولوا ليمت يعني، لانه هذا حقنا على تلاميذنا. حتى لو نحن شو ما كان سوري يعني شوي بصراحه المبلغ اللي عم ناخذه كتعليم او شيء، مش هذا ما له أهمية. الأهمية إن نحن نعطي تلاميذنا يلي أهلهم أمنونا علينا إن نحن نعطيهم كفن يعني كرسم، نحن نعطيهم للآخر، حتى اللي أخذناهم بالجامعة ولا اللي أخذناهم خبرة 20 سنة ولا لأكثر، نحن حقنا نعطي كل شيء بنعرفه لتلاميذنا، ونحن نقدر نعرف كيف نعطي للصغير على حدود يلي هو أكيد بعد خبرة يلي بيقدر هو يستوعب، بس نحن نكون عم نعطيه القصص الصحيحة. وتنوصله تيصير انا بعلمهم. انا بقول التعليم بالنسبه لي بعد هالسنين كلها هي 3 اشياء: تعلم العين، الدماغ مثل ما بقولوا، والايد تقشع كل شيء قدامها، تقدر تحطه قدامها يعني تقشع كل شيء. لما بتعلم الولد يقشع كل شيء بالتفاصيل الممله، ساعتها هو بعدين بتكون انت اطلقته للحياه الفنيه، يقدر يعمل كل شيء. لما انا في ناس بيقولوا لي عم تعطي ايبر رياليستي كمان للصغار، مش كثير صغار يعني،
عندي ميثود يعني تطورت معي مع السنين، بس إذا بتعلم تلميذك مع مر السنين يقشع حتى أدق الأشياء، بيجي وقت بصير يقولوا لي لا هي مش هيك، لازم تكون أنا مثلا عندي كذا تلميذ أوقات يبقوا اسم الله كتاب بتاع المعلمة أو الأستاذ بيبقى عم يتعب، عم بيروح من ولد لولد عم بيعطيهم نفس الوقت، ممكن أنت شوي ما تنتبهي صاروا هن بنبهون إنه لا هذه الشغلة لازم تكون هيك أو بدنا نصلحها أو عرفتوا يعني، وصلوا الوقت التلاميذ صاروا قادرين، وأنا عندي تلميذة عم فتحت هلا لها مرسم لتلاميذ صغار وأنا عم بدربها وعم بعطيها كل شيء يعني، هذا عم تتقلع هي وعم بعلمها حتى كيف تعمل ريشيرش طابولها هي مشان تلتقط الميثود تبعها أو بطريقتها للتعليم. طبعا إذا اختصرت كل شيء ايه حلو كثير، الله يعطيك العافية. ميرسي. شو شعورك بين انه حدا عم يتعلم الرسم، تقنيات الرسم، لحدا عم ينقل هيدي التجربة؟ شعور التعليم، حضرتك عم تحكي عن هذا الشعور الحلو يلي واحد عم بينقل كل تجربته، كل شيء تعلمه للأجيال. هيك بحس انه ما في توقف هون، الفن عم يمشي بجيل بعد جيل. هذا لك الشعور، أبعد من هيك، هذا الشعور بيعطيك هيك نوع من الحافزية أكثر، إنه تعلمي أكثر ناس، تشاركي بورش، تشاركي بدورات. أكيد هون بضل أشوف لما بتبقى عم تعطي تلاميذك، صدقني أنا دائما بقول أنا عم بتطور معهم يعني لفات أو إنه أنت عم بتعلم، بس أنا رح أحكيها هلا بكل صدق، أنا قوية كتير بالبورتري كنت، وكان اختصاصي يعني تخصصت بالجسم الإنسان وبالبورتري وهيك، وأكيد لأنه عم بشتغل لحالي تاخذ معك وقت توصل، كل ما بتشتغل على حالك كل ما انت بتتقدم اكثر، بس لما بتعلم التلميذ هلا انا اجوا كثير، فاذا في مدام اجت لعندي ثاني ثالث لوحه كان دغري بدها تعمل لاندسكيب فيها كل شيء من جسر لمي لبط بالمي لشجريه يعني طبيعه كامله، نقت لوحه او صوره فيها كل شيء، انا هون كان بعدني ما مبلش باللاندسكيب مزبوط يعني، هلا تقول لك انه ما عطلتها من بلا عطلتها، بس اللوحه اللي عملناها انا وياها يلي انا كمان اكتشفت تقريبا لاندسكيب مع تقريبا مش هالقد، انا اكيد كنت بس مش هالقد قويه قصدت، خلتني انا اوصل باللاندسكيب انه عملنا لوحه يعني الناس كلها حسب ما هي بتخبر بس خلصت تاخذ العقل، بس هذا اكيد ما بيمنع انه من هذا عم بحكيك من شي 5 سنين او 4 سنين لهلا اللاندسكيب معي كثير تغير، وهلا عندي تلميذه دكتوره حكيت سنين كمان دكتوره رولا عم تاخذ معي لاندسكيب هلا كمان، عم نفوت بعمق الامور يعني عم نعمل، انا قلت لها لانه هي رايحه كندا قلت لها بدي اعطيكي اقل يعني يعني كل شيء، حتى الورقه تبع السجل كل ورقه بورقتها الابعاد النسب الالوان كله، هذا اللي بدي اقول لك اياه، انه لما بتعطي بشغف لتلميذك هن بياخذوا الشغف تبعك يسألوا أكثر، وبنفس الوقت ما أنت عم تتطور عم تتقدم لقدام، صدقني كل ما تطلع بتعلم كل ما أنت عم تطلع لقدام. بعد شغلة صغيرة أنا كعم بحكي عن تجربتي، أنا هلأ في عندي تابلو عم بعمل ورا زيتي، أنا الزيت بلشته جديد تبع أتينا Goddess of Wisdom، هيدا زيت وأنا ما كتير بالزيت لأنه أنا عندي حساسية وهيك، أنا عم جيب البرودوي بدون ريحة، بس هذا التابلو هلا هيدا انا كل فتره في شيء مفصلي، كل فتره في شيء لازم احس انه ابي جديده، مراحل ايه مراحل متتاليه. طب قبل ما يخلص الوقت كنا حابين نعمل هيك برمي على على المرسم اللي اليك، على عالمي لوحاتك، على يلا خدينا على اللوحات اول شيء، يلا خدينا على عالمك الفني. اوكي هون هيك بس ملخص صغير، هون في 4 لوحات على السريع، هودي قصة وطن وطني، هن 4 لوحات الاشياء اللي مرت فيها لبنان من سنتين لهلا، هو هون كسر الصمت اذا منتبهين بلد الفينيقي، في دائما ايجل اذا انتبهتوا، هاي اللوحه الاولى بلشت فيها السري، هيدي هون الصقر هو ذاته يلي شايف الشيء اللي صاير بلبنان حطتهم جوا كرافتات حمر يلي سرقوا الوطن ويلي زرعوا بين عقول الناس، اذا انتبهت القلب للموقوت هي فيها برين كانسر من تحت
لانه هن زرعوا هالشيء عم بيخدها بعيد عنا عن بلد الارز. واخر شيء للاسف هو انفجار مرفق بيروت، يلي بيروت الحلوه قلبت بس ما ماتت، بعدها لا صحيح قلبت وانجرحت بس بعدها كتير حلوه، وقلبت على شيء من خشب الارز والطوق اللبناني محاوطه. هذا سريع، هذا قصه وطن وطني. بعد في اللوحه الاخرانيه الخامسه هي حتكون عرس الوطن باذن الله، لما بننتصر الخير بينتصر بالبلد ان شاء الله. هون زيتيه وفي هون اكريليك كتير انا بشتغل هون، وهذا كنت عم بحكي عنه ان شاء الله. هذا اول تون بعدني اول لاير انا عم بشتغل مثل الاولد ماسترز، بنعمل الميديوم تبعولنا وبنشتغله الطبقات. وهون كمان شوي من اعمالي، اذا بتحبوا تروحوا تشوفوا كمان وين انا بستوحي وين بشتغل. يا ريت يا ريت، مطرح ما بتستوحي حنسكت شوي زيد الكاميرا دقيقه. يلا شو بعمل ستوب فيديو؟ امشي اذا بدك عادي، اذا سيلفي وامن. يلا حروح انا وياك وما قلت لكم لحالكم عم ببرم البيت. يلا معك نحن هون. هذا ميري كريسماس للجميع. ايه ان شاء الله اعياد مباركه، اعياد مجيده مباركه. هون اعيادكم، هون البلكون يلي بحب اشتغل فيه. ليه؟ لأنه عندنا بكفية هونيك، عندنا مناطق هذا كله خضار. هون الأكواريل هي محضرة، على السيستم القديم يلي منغطي ورقتنا وقبل ما نلونها. وهيدا بيكون تنقلكم، أنا بعدنا على البلكون تنقلكم. أنا مبسطت كتير بهاللقاء، ميرسي كتير للملتقى يلي دايما بحب يهتم بأعضائه فينا نحن. ايه اكيد. وبقلكم بشكركم جميعا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. انا بتصرف بعفويتي، ما حضرت شيء، تصرفت براحتي، ان شاء الله يكون كل شيء كان تمام. الله يعطيك العافيه روزانا، وشكرا لك على هذه الجوله الصباحيه بعالمك الفني. ميرسي. يلي هو ميرسي يلي هو طاقه ايجابيه للكل، ومثل ما نحن كنا دائما تكون طاقه ايجابيه لبعض بكل الانشطه بكل اللقاءات، كنا نعطي كثير بعض طاقه ايجابيه من خلال الرسم والتشكيل والشعر والموسيقى. مهم كثير انه نضل مثل عائله فنيه كبيره، نعطي هذا الزخم ونعطي هذه القوة ونعطي هذه الطاقة لبعض، ونفتخر ببعض ونعتز ببعض، خاصة الواحد بس يتطور ويكبر ويصير هو يعني عم بيعلم الأجيال، ويصير له دور ببلده ويصير له هالحيثية. أكيد نحن كلنا بلشنا من محل ووصلنا على محل تاني، أكيد بفضل تراكم التجربة وتراكم الخبرة، وهيدي ثقافة الفرح، الفرح يلي نحن يعني إنه معتنقينا، هي ثقافة الفرح والعطاء دائما. ويسعد صباحك، ونحن كثير فرحنا بهذا اللقاء. ميرسي لكل كمان، بتشكر من روزانا حقيقة، أنا سعيدة جدا بحضور هذا اللقاء، ممتع ومفيد، وأجمل ما فيه بساطة وتلقائية روزانا الجميل الرائع. سعيدة جدا والله. والله شكرا أستاذ من سعادة لأمر. شكرا لحضوركم، نورة. كان لقاء كتير ممتع وحلو عن جد، ببساطتها روزانا بشفافيتها، ما خلتني أطرح ولا سؤال، كل شيء قالت. أي والله، رغم إني كنت أنا كمان معبي أسئلة، لكن ما شاء الله هي أعطتنا كل. والله إذا في أي سؤال أنا بعتذر، يعني بس واحد يدخل بالعالم اللي بحبه صدقا بينسى حاله، يعني أنا بعتذر يمكن ما خليتكم وقت تحكوا. بالعكس يعني مستمتعين وانت تتكلمي وبتشرحي، يعني حتى انك جاوبتي على اسئله انا كنت ابغى اسالك فيها. ما شاء الله عليك، شكرا الف شكر. يا اهلا وسهلا. طيب هيك بنكون وصلنا للحلقه المميزه السريعه الرشيقه الرشيقه. نعم. مثل فيني اقول كلمه صغيره سريعه؟ لا تفضل. بدي احيي الفنانين اللبنانيه، لانه غير انه احنا شعب صامد،
نعم. مع كل اللي عم نواجهه، ونحن الشعب بنحب الحياة وثقافتنا الحياة والمحبة والفن والعطاء. بقى أنا بس حابة عم بحكي جد حي كل الفنانين اللي بحبهم وكل، لأنه بياخدوا العقل وبعدهم عارفين يستمروا.